الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. النبي المجتبى والأمين والمصطفى على صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام نبدأ في الكلام على قواعد الأصول، نعم تيسير الوصول إلى قواعد الأصول، واليوم نختم الكلام على الأحكام التكليفية. يقول المصنف رحمه الله تعالى قوله الرابع العزيمة والرخصة، يعني هذا القسم الرابع من أقسام الأحكام الوضعية، ليس التكليفية، والأحكام الوضعية التي جعلها الشارع علامة على الأحكام التكليفية. فقال هذا القسم الرابع، فالأحكام التكليفية، نعم أنا عندي الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أريد منكم التعريف، تعريف الأحكام التكليفية. أنا أريد الآن من المكسر أو من الفيس التعريف، هو خطاب الشارع المتعلق بأحكام المكلفين بالاقتضاء أو الواقع أو التخيير، حكم الشرعي أو التخيير الثلاثة. أما الحكم التكليفي نعم كما تعرفون، وهو باعتبار كوني على وفق الدليل كالعزيمة أو على خلافه كالرخصة، لأن الرخصة على خلاف الدليل على خلاف الأصل، الرخصة رخصة فهي على خلاف الأصل، فيكون العزيمة وفق الدليل والرخصة على خلاف الدليل والمسألة الداعي لها. إذن أصل الرخصة على خلاف الأصل، أصل الرخصة على خلاف الأصل، أصل الرخصة على خلاف الدليل، أصل الرخصة على خلاف الدليل. طيب، هو الرخصة والعزيمة أحكام الوضعية، لأن العزيمة ترجع إلى أن الشارع يعني جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها في حقهم، والرخصة ترجع إلى طرو بعض العوارض، طرو العوارض التي يستتبعها بعض الأحكام للطارئ الذي طرأ عليهم. وأصل العزيمة في اللغة والرخصة في اللغة، أصل العزيمة في اللغة القصد المؤكد، القصد المؤكد وهو عزم القلب، عزم القلب على فعل الشيء، يقال عزم على شيء عزما وعزيمة إذا عقد القلب على فعله وقطع بذلك. ولذلك انظر إلى قول الله تعالى عذرا لآدم عليه السلام، فنسي ولم نجد له عزما، ما كان عازما على معصية الله. هنا الذي نتكلم عنه، قد يقع المرء في الذنب ويقع في الذنب ويقع في الذنب ويقع في الذنب وهو ليس عازما على، ليس متجرئا ولا مستمرئا، لكنه بشرياته تغلبه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لما قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، قال كان حريصا أو عازما على قتل، حريصا يعني عازما على قتل أخيه، فأخذ بالعزم هنا، وهذا العزم وكما قلنا القصد المؤكد. والرخصة من السهولة من التيسير، رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا يعني سهل لنا الباب تسهيلا، فهو من التسهيل، الرخصة من التسهيل. هذه أيضا إن دلت على رحمة الله جل وعلا وعلى سعة فضل الله على العباد وعلى عظيم فضل الله على عباده سبحانه جل في علاه، فهنا حكم عظيمة للرخص، هذه باب رحمة الله جل وعلا للعباد، أن الله يرحم عباده بأن ييسر عليهم أحكاما عظيمة، وهذه الأحكام التي ييسرها الله جل وعلا على عباده بأنه يجعل لهم أسبابا يسيرة من أجل إقامة العبادة على ما يرضي الله جل وعلا. وكما قلنا شوف مسألة الصلاة، صلاة النافلة في كما سنبين في الرخص كثير جدا، صلاة النافلة على الراحلة في السفر هذا من باب التيسير، وذلك علماء يقولون مستقبل أو غير مستقبل، لأن الأصل في النافلة التيسير أو الأصل في التيسير للتكثير،
لأن كثرة النوافل تسد ثغرة الفرائض، فلذلك فتح لهم الله الباب في هذا الباب على الرخص كما سنبين في كثير من يعني صور الرخص. واصطلاحا العزم، العزيمة هي الحكم الثابت، الحكم الثابت على وفق الدليل الشرعي، الحكم الثابت على وفق الدليل الشرعي. وقد يقال هو الحكم الثابت كما قال المصنف، هو الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. الحكم هو جنس يشمل الرخصة والعزيمة، الحكم يعني هذا واجب هذا مستحب أو أن هذا جائز أو غير جائز. الحكم الثابت إشارة إلى أن العزيمة تكون وفق الشريعة، العزيمة وفق الشريعة رضي الله عنك وسلم، أحسن الله عليك ورفع الله مقامه. والعزائم لا تكون إلا بدليل شرعي توقيفي، العزائم لا تكون إلا بدليل شرعي توقيفي. نعم، يعني أن تقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل من الحسنات ومن السيئات، يقول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، عزما عند دلوك الشمس عليك الصلاة، سواء كان واجب موسع أو ضيق، لكنه هذه عزمة من عزمات ربنا جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وأيضا الخلاف وقع عند الحنابلة في صاد سجدة من عزائم السجود أم لا، لورودها بدليل شرعي المحتمل. يقول حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي، طبعا مخالفة دليل الشرعي هذا هو لما قال من غير مخالفة دليل شرعي كان يقصد بذلك إيش؟ إخراج الإيه؟ الرخص، لأن الرخصة تخالف الدليل الشرعي. الميت حرام ويحل لك أكل الميت، أو حلال أكل الميت، هذه رخصة. والآن جاء خلاف الدليل الشرعي، جاء على غير وفق الدليل الشرعي. وأما الرخصة سيأتي طبعا إن شاء الله الكلام على الرخص كثيرة جدا، ضرب الأمثلة لها، ولأن هذا الباب هو خاتمة باب الأحكام النظائية، لننتقل بعد ذلك المصنف إلى كتاب الكلام على الأدلة. والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. الرخصة، وقال الرخصة الثابتة، يعني هو الحق أن نقول الرخصة هو الحكم الثابت على غير وفق الدليل. العذر طبعا. الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الشرعي، على خلاف وفق إيش؟ الدليل العذر. لولا العذر لا يمكن أن يقال بها، لأنه لولا العذر نقول له هذا محرم، هذا مخالف للشرع، كيف تعمله؟ فالرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. وإيش قيام سبب الحظر؟ أنه الميتة تحل مع وجود مع أنها ميتة، يبقى سبب الحظر هو إيش؟ أنها ميتة، مع قيام سبب الحظر أيضا تحل الإيش؟ العلة الأخرى، لعذر آخر جاء أباحة المحرم من باب الاضطرار، من باب الاضطرار. وهنا لابد معالجة في هذا الباب، نقول سبب العذر قائم أو سبب المنع، سبب العزيمة قائم، سبب المنع قائم. فإن سبب المنع قائم هو أنه ميتة، فنقول الآن إذا كان سبب المنع قائم فكيف يحل والضرر سيحل، يعني كيف يحل والضرر للأخذ بها سيحل. قلنا القاعدة تدور على أن ما جاء وفقا للشرع، ما أحله الشرع أو ما أحل بالشرع فإنه يرفع ضرره بالقدر، وما منع بالشرع فإنه ينزل ضرره بالقدر. ويكون عندنا هو ميتة، نعم ميتة مؤذية، ميتة فيها ما فيها من النجاسة، لكنها عندما أباحها للضرورة بتقديرها منع ضررها. نعم، وكما قلت نظائر ذلك كثيرة. عليكم السلام ورحمة الله، نظائر ذلك كثيرة. منها إيش؟ من نظائر ذلك الحمر الأهلية. الحمر الأهلية لما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال هي ركس، يعني نرس، مع كانوا يأكلونها قريبا، كانوا يأكلونها. قلنا وإن كانوا يأكلونها فإنها لما كانوا يأكلونها وكان قد أباحها الشرع رفع الله أثر الضرر قدرا، لكن لما منع أنزل الضرر قدرا في هذا الباب. نعم، فهو الرخصة إباحة المحظور مع قيام الحظر، هي إباحة للمحظور شرعا مع قيام سبب الحظر. لكان يعني في هذا ما أعناه أن شرط الإباحة أن يكون مستندها إيش؟ شرع، لأنه لا يمكن أن نبيح ونقول هذه رخصة إلا به إلا بشر، لا يمكن أن تكون رخصة إلا بشر. فإن كانت غير مستندة إلى الشرع فهي معصية، لا يمكن أن تكون رخصة لأنه مخالف. نقولنا اسم الرخصة اصطلاحا
تعريف الرخصة انه ايه؟ مخالفة الحكم الثابت بالشرع، مخالفته بايش؟ بعذر. يعني ما جاء على غير وفق الشرع لعذر، لعذر. فاذا جاء لا يكون ذلك الا بالدليل، لا يكون ذلك الا بالدليل، الا بالدليل. وقيل ما ثبت على خلاف دليل الشرع، ما ثبت على خلاف دليل الشرع. وهذا الصحيح ان نقول ان الرخصة تأتي مخالفة لدليل الشرع. دليل الشرع ان الله جل وعلا، ان النبي ان الله جل وعلا قال احل الله البيع وحرم الربا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمر تمر الربا الى ان يكون مثل مثل يدا بيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بايش؟ بالتمر. قال اي بس الرطب؟ قال نعم. قال لا لا، ومع ذلك رخص في العرايا. فيبقى هنا جاء على خلاف على الشرع، يعني هو ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي. الدليل الشرعي التمر بالرطب ربا، هو الان جاء تمر بالرطب، قال في خمسه اواسق، رخص في العرايا، رخص في العرايا. يبقى جاء على خلاف الايه؟ التاصيل العام، جاء على خلاف التاصيل العام. يبقى هو مخالف لدليل الشرع الذي هو العزم، خالفه استثناء وترخيصا وتسهيلا، اللي هو ما ثبت على خلاف دليل الشرع لمعارض الراجح. وش المعارض الراجح؟ الرخصه في ذلك، تسهيل على الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتفكه الناس، فما عنده تمر وما عنده مال، فله ان يتبادل تمر ويريد رطب وما عنده، ماذا يفعل؟ فقلنا له غير الرطب بالتمر لكن في خمسه اواسق فقط. والمراد بالمعارض هو العذر، والعذر كما قال علماؤنا هو المشقه الشامله للضروره والحاجه، فيشمل احكام الاضطرار من اكل الميته وغيرها واحكام السفر كما سياتي. قال كتيمم المريض لمرضه، كتيمم المريض لمرضه، قال تيمم المريض لمرضه واكل الميته المضطر لقيام سبب الحظر ولوجود الماء وخبز المحل والعرايا من صور المزابنه ايضا. هنا ضرب امثله على مساله الرخص، فهو بيقول كتيمم المريض لمرضه، وهذه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وأباحه في هذا الباب، يعني كما في حديث الشجة، الله تعالى قال فمن كان مريض منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر. المرض قد يصيب المرء فلا يستطيع استخدام الماء فيتيمم رخصة، وقد نقول أنه لا يستطيع أن يصل الماء حكما فيتيمم رخصة، أو قد نقول الماء عنده ويستطيع الوصول إليه لكنه خشي على نفسه الضرر، خشي على نفسه المرض، فنقول له التيمم جائز. والثلاثة جاءت الأدلة بذلك، أولها في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فتيمموا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني جعل الفطر والقضاء، يعني له الفطر وله القضاء بعد ذلك في أيام أخرى، فأباح له القضاء من أجل المرض أو من أجل السفر. نحن نقول بالنسبة للمتيمم، المتيمم له حوالي ثلاثة، متيمم لم يجد الماء فرخصته أن يستخدم الماء، فلم تجد ماء فتيممه صعيدا طيبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يكفيك، كان يكفيك أن تضرب هكذا تعليما لعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو كان لعشر سنين، ولو لعشر سنين، ما لم يجد الماء، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. أيضا يكون الماء موجود وهو يكون الماء موجودا وهو لا يستطيع استعماله، إما لخوف الضرر وإما لشدة البرد، فيخاف أيضا، يعني إما يخاف المرض أصلا أو يخاف شدة الضرر، فيكون هذا فاقد الماء حكما. شدة البرد منعته من استخدام الماء وتيمم، وأقر النبي عمرو بن العاص صلى بالناس جنبا متيمما مع وجود الماء. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بالناس جنبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني وجدت الله يقول في الكتاب ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم، فابتسم النبي على فقهه وما فهمه. وأيضا إن كان مريضا فما يستطيع أن يمرر الماء على جميع عضو من جميع أعضائه، فنقول له العضو تيمم له واستخدم الماء بعد ذلك، كحديث الشجة.
قال كان يكفيهم كذا وأنه يغتسل بالماء دون الشجة ويضع يعني على عليه خرقة ويتيمم له المسؤول لا يسقط بالمعصوب والمسؤول لا يسقط بالمعصوب. تحقيق هذه القاعدة المهمة جدا، المسؤول لا يسقط بالمعصوب. وكالعروس لا يلزم كافي. نعم. وكالعروس. هذه لأنه التكلفة عالية، فالمفروض نقول لهم يعني اتقوا الله، هذه تحقيقات قوية في هذا الباب. نعم. أكل الميتة للمضطر، وهذا النوع الثاني من أنواع الرخص، وهو إباحة المحرم إباحة المحرم لعذر للضرورة. الله تعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم، فلا إثم عليه. وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، فمن كان منكم في مخمصة غير متجانف لإثم. فهنا نقول الشرع قد أباح الميتة إذا لم يرد إلاها، ولكن لابد أن نقول كل ضرورة لابد أن تكون محققة لا متوهمة، فإن كانت الضرورة متحققة فإنها تقدر بقدرها. ويعني إيش تقدر بقدرها؟ يعني كالطبيب الذي يمس بطن المريض مثلا أو فم المريض، فنقول له لا تزيد بيدك فوق ذلك، يعني ليس لك أن تفعل ذلك دون أن تزيد بذلك. ولذلك قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفي قوله وأكل الميتة المضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء يخص المحل، يعني يقول سبب المنع موجود هو التيمم، سبب المنع وجود الماء، التيمم سبب المنع من استخدامه هو وجود والماء موجود. طيب، وفي الميتة كونها أنها خبيث، لكن رخص في التيمم، رخص والأكل رخص في التيمم للضرورة لأنه ما استطيع استعمله، ورخص في الأكل أنه لو ترك نفسه سيموت، والعراية أيضا من صور المزابنة، والعراية احنا قلنا المزابنة محرمة، والعراية رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعها بخرصها تمرا يأكلونها إيش رطبا، لكن شرط العلماء في ذلك شروطا، وهذه تؤخذ من كتب الفقه، وقد قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس أواسق. هناك يعني أمثلة كثيرة قبل أن نختم الباب، هناك أمثلة كثيرة على الرخص لترى حكمة الله جل وعلا في هذا الباب. احنا قلنا الرخصة هو ما جاء خلاف وفق إيش الشرع، الدليل لعذر قائم، والرخص تكون رخصا إذا كان سبب المنع إيش موجودا، إذا كان سبب المنع موجودا. من ذلك القصر في السفر، القصر في السفر رخصة. العزيمة يعني هو طبعا هناك من يراها عزيمة، ابن حزم والحنفية يرونها عزيمة، لكن الحق أن القصر في السفر رخصة، وليست عزيمة. وهذه الرخصة جاء بها الشرع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها على صلاة السفر، أن تكون أن يصلي الرباعية يصليها ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة ليست عزيمة أنه من صلى من المسافرين خلف المتم يتمون، هذا الصرف من صلى خلف الأمير خلف المتم يتمون وهم على سفر، وهي دلالة أنها رخصة وليست على عزيمة يسلم كما قال ابن حزم وقال رحيف. وزي ابن عباس قالوا له علامة يا ابن عباس، يعني علامة إذا سافر صلى قصرا، فإذا صلى خلف إمام حاضر يعني مقيم صلى تماما، قال سنة نبيكم، سنة نبيكم. من ذلك الفطر في السفر، رخصة أيضا مع وجود المانع، هنا وجود العذر المانع من ذلك. وهذا باب التيسير على عباد الله، هو المانع أن احنا نقول الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيضا الصلاة على هيئتها صلوا كما رأيتموني وصلوا، وهذا خالف الهيئة من أجل العذر وهو السفر. والفطر في السفر أيضا، الصيام أصل واجب عزيمة، فالفطر في السفر يعتبر رخصة من الرخص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع الله شطر الصلاة والصوم على الحامل والنفساء. الفطر في السفر قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر،
فعدة من أيام أخرى. والحامل أيضا والمرضع، الحامل والمرضع أيضا رخصة لهم الفطر مع وجود السبب المانع وهو افتراض الصيام، هم من أهل الصيام، فجوز لهم الفطر رخصة من أجل الحاجة إلى ذلك. التيمم للمريض كما قلنا، أكل الصيد أيضا نفس الأمر رخصة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ألغى الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب، يعافر الثمين بالتراب، ومع ذلك أباح صيد الكلب. مكلبين تعلمونهم ما مما علمكم الله. هذه كلها الرخص التي تتأتى يعني على خلاف الدليل الشرعي لعذر قائم. المسألة هنا أيهما أفضل، الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟ ثلاث أقوال، بعض ما قالوا الرخصة أفضل، والثاني قال العزيمة أفضل، والثالث قال التفصيل. أما الذي قال العزيمة الأفضل معه الأصل، الأصل العزيمة، وباتفاق الأمة على أن بلال أفضل من عمار، وأن بلال أخذ بالعزيمة وعمار أخذ بالرخصة. ومن قال الرخصة قال ديننا دين اليسر، يريد بكم اليسر ويريد بكم العسر، إنما بعثتم ميسرين. والحق أن نقول المسألة في العزيمة والرخصة في هذا، قد قال النبي إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولكن عند التفصيل نقول الأيسر أفضل. فأي شيء أيسر أفضل، كان الرخصة أفضل هي الأيسر تكون أفضل، إن كانت ليست أيسر ما تكون الأفضل. بهذا نكون انتهينا من الأحكام الوضعية، وانتقل المصنف بعد ذلك بفضل من ربنا ونعمة إلى الأدلة. لو في أسئلة تفضلوا وأستسمحكم، سنأخذ سنن الترمذي بعدها، ويكون بإذن الله بعد السفر نأخذ الضوابط الفقهية للشافعية وأيضا المغني. نسأل الله أن يسر لنا ولكم التمام والإتمام، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.